بالنسبة لي إضافة المواليد على البطاقات التموينية في 2024 بالنسبة لي السنة الجديدة، كان في النهاردة تدشين لبعض المشاريع في محافظة الفيوم، وكان هناك وزير التموين الدكتور علي مصلحي، وقال تصريح بشأن إضافة المواليد على البطاقات التموينية. خلينا نشوف الخبر ده مع بعض على موقع مصراوي. قال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه لا توجد إضافة مواليد على البطاقات التموينية حاليا إلا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وأسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية. يبقى هي دي الفئات اللي هيتم إضافة المواليد فيها على بطاقة التموين فقط حتى هذه اللحظة في عام 2024. هل سيكون هناك إضافة لبعض الفئات في 2024؟ ده إن شاء الله لو في أي أخبار جديدة هنحاول إننا نبلغكم بيها.